شاركت في مسابقة وماس العالمية الذي كان مشارك فيها 19 دولة، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة من ضمنها، وحققنا المركز الأول. أول شيء أكبر فخر أني قابلت الشيخ محمد بن زايد، وأشكره على الاستضافة، وما قصر في كلامه وتشجيعه الذي كان دافع كبير لأني أكمل المشوار. في هالمدة يعني ما تجاوزت يمكن 24 ساعة يجيك اتصال في خلال 48 ساعة أنت تكون أمام رئيس دولة بحفاوته وترحيبه، شعور لا يوصف حقيقة. أنا لو قلت كل كلمات الشكر تعجز عنه. سهلة لأني أنا متمرن فيها قبل شهرين. من كان عندي 7 سنوات لما شاركت في مركز أطفال، كنا نتمرن من ليفل 1 إلى ليفل 4. بعدين حبيت اكتشفت إن أنا فيني موهبة إني أحفظ الحساب الذهني في الرياضيات. أنا صراحة فخور ابني انه يفوز في هذه المسابقة. عمره كان 7 سنوات، دخلنا المركز، حسيت عنده الموهبة والحسابات. هذه أول مسابقة يشارك فيها، أول إماراتي يفوز فيها.